والمدرب من النظر للأندية الآن والمتابعة. يا الله يا الله، حمد العنزي، حمد العنزي يسجل، يسجل البديل حمد العنزي، يأتي في الدقيقة 85 في عمر اللقاء. لاحظ ضاري سعيد إلى حمد العنزي في الدقيقة 40 من الشوط الثاني، في الدقيقة 40 هدف حمد العنزي البديل 2-2، مع أفضلية نادي الصليبيخات في الشوط الثاني حقيقةً.